السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف هذا اسمها نفير RX لتسليح. على سبيل المثال مثلا لو انا عملت سيلكت على الحائط دوت وجيت هنا وقلت له انا عايز اعمل تسليح للوول، هيبدأ يقول الاختيارات. اول حاجة اتأكد من الاعدادات هي اللي انا عايزها، وبعد كده الجيومتري هيبدأ يجيب لي المقاسات. ممكن اقول له انا عايز استراكشر بار المسافات قد ايه، هل انت عايز تسليح بالاقطار ديت ولا لا، طب الاند تايب هتبقى عامله ازاي وهكذا. وبعد كده تقول له اوكي. برضه نفس الكلام للكولوم، تعمل سيلكت الكولوم وتقول له انا عايز اعمل تسليح للكولوم. طيب لو عندي اجزاء كتيرة وعايز اخلص منها في مرة واحدة، تعمل تسليح كده، تعمل سيلكت على الحاجات اللي انت عايزها بالشكل دوت، وبعد كده بتيجي هنا وتقول له اوتوماتيك جنريشن، فهو بيبدأ يعمل دراسة ويعرف ايه العناصر اللي معمول لها سيلكت، وتقدر بعد كده تختار الاعدادات اللي انت عايزها بحيث ان هو يعملهم كلهم مرة واحدة بالشكل دوت. تمام. ممكن تقول له انا مش عايز التسليح دوت، انا عايز اختار نوع اخر وهكذا، وبعد كده تقول له اوكي، فهو بيبدأ يعمل تسليح للمكان ده كله.